الأخ يقول: ما حكم من يستدل بأن من أنكر شيء من القرآن لا يكفر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر سورتين من القرآن فلم يكن بذلك كافرا، وأثر ابن مسعود في البخاري، وذلك أن أنكر المعوذتين. وابن مسعود رضي الله عنه حين أنكر ذلك كان له تأويل واضح، وذلك أنه يقول: أنا جلست النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت قرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وحين أنزل الله عليه قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس لم تكن قرآنا، كان يظنها من باب الاستعاذة وليست من باب القرآن. وهذا تأويل يختلف عن تأويل من يجد كلام الله مدونا بين الدفتين ومكتوبة تلقاه العلماء بالقبول وقابلوا بالتسليم وأجمع عليه المسلمون. وأحكام البدايات تختلف عما يكون بعد ذلك، فإن في البدايات قد لا يحصل عند الشخص التواتر كما يحصل عند من جاء بعدهم. فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده ذاك التواتر على معنى هذه الشبهة التي ذكرتها، أن يقول: أنا جلست النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه يقرأ فيهما بالصلاة، وإنما قيل له قل فقال، بمعنى أنه كان يتعوذ بهما لأنهما قرآن. وتأويل واضح لابن مسعود على معنى جالس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لم تكن هاتان السورتان متواترتين عند ابن مسعود. أما من كذب بآية من القرآن فيما بعد فقد كذب بالقطع والمتواتر، كذب بالقطع والمتواتر. وذاك الشيء الذي كذب به الإنسان ولم يكن قطعيا يختلف عن من كذب بالقطعي. مثال ذلك: لو أن رجل أنكر الآن آية كرسي فقال: آية كرسي ليست من كلام الله جل وعلا، هنا كذب بالقطعي، هنا كذب بالقطعي. لكن لو أتى إلى قراءة هو لا يعلمها كذب بقراءة، ما كذب بالقرآن، كذب بقراءة. هنا اختلف الحكم، هنا اختلف الحكم. إذا ففرق بين من أنكر قطعيا وبين من أنكر غير قطعي، والعلماء كفروا من أنكر قطعيا. فالقرآن الذي يقرأه المسلمون اليوم على قراءة حفص عن عاصم كله قطعي، لكن لو أن رجل أنكر قراءة من القراءات قال هذه القراءة أصح لأن القراءة ما ثبتت عنده بالتواتر، هذا لا يكفر. فهو أنكر قراءة، ما أنكر آية من القرآن، يؤمن بالآية، لكن كيف تقرأ ويستشكل كيف تقرأ، هل تقرأ على هذا الوجه أم تقرأ على هذا الوجه، هذا له حكم آخر. كقول جل وعلا قال: أعلم أن الله على شيء قدير، قال أعلم أن الله على شيء قدير، مثال آخر قال لا أعلم هذه القراءة وكذب بالقراءة لكن يؤمن بالآية، تقول أعلم، قال الله جل وعلا قال أنا أعلم أن الله على شيء قدير. مثل لو أن رجل كذب مثلا بمالك يوم الدين أو ملك يوم الدين وكذب بقراءة ما كذب بالآية، لو أن رجل كذب بالآية مالك يوم الدين قال هذا ليست من القرآن، كفر بالإجماع لا نزاع بين العلماء. لكن لو أنا رجل ما كذب بالقرآن إنه كذب بقراءة على معنى ما ثبتت عنده، فهذا يبين له إذا كان ثابتة بأسانيد متواترة.